يعني من قيمة 4 أيام مسك جوال ابني، ابن محمد دارس طب ابني، بقلب في الجوال هيك جتني نقرة هيك زي الرسالة، دقيت بفتكر حد من أصدقائه يعني، لو إن واحد الله يكرمك والعياذ بالله عريانة، وكاتبة تحت أنا بعتت لك صورتي يا حمودة، جبت ابني، قلت وين القرآن يا أم اللي حفظته؟ شو هذا؟ قال يما هدول بيخترقوا ما بيخترقوا زي كلامك، هذا استفزاز، هذا يما مش عارف من وين بيجيبوا الكلام على رقمي على فيسي زي ما حكيتي انت تفضلتي، لكن انا لو اني ما عندي ثقة في ابني لصارت مذبحة اجتماعية. انت على الهواء مش ثقة، انا زي ما بقولكي، عشان هيك الواحد قد ما بيقدر في بسيبن يا بنت عاملة بيمسكن الفيس. در 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 دق 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 دق، ايش سوت مع جوزها؟ ايش صار في دار عمها؟ ايش طبخت؟ تعملها كوباية شاي بتصورها؟ تعملها قالب كيكة بتصوره؟ هذا كله غلط. انا ضد هذا كله هيته. يعطيك العافية.